واحد الميساج كيقول لي جمعة مباركة. جمعة مباركة، ما كنعرفش اش نجاوب، اش تقول لهم جمعة مباركة؟ بقيت كنتسائل مع راسي، كنقول هذا جمعة مباركة فوقاش بانت؟ ما كناش كنسمعوا بها، واش من الدين؟ بعدا واش من الدين؟ يعني واش جات، ما فهمتش انا، واش كانوا الصحابة كيقولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كيتلاقاو معاه جمعة مباركة يا رسول الله، هو كيقول لهم وأنتم كذلك يا أصحابي الأعزاء جمعة مباركة، لا أظن ذلك. يعني في السبعينات وملي كان با سيدي ما عمري سمعتو كان جمعة مباركة، الوالد الله يرحمه تانا في جوج ما عمري ما سمعتو كان جمعة مباركة. يعني هذه واحد 5 سنين ولينا كنسمعوا جمعة مباركة. ولكن السؤال، واش الجمعة مباركة من الدين؟ مشيت بحث قلبت القرآن، ما كيناش في السنة، ما كيناش، يعني مصادر التشريع كلها، الإجماع ما كيناش، القياس، سد رائع، جميع مصادر التشريع الإسلامي سواء عند السنة أو الشيعة، بل حتى عند المعتزلة والجعفرية والظاهرية حتى واحد فيهم ما قال الجمعة مباركة. إذا الجمعة مباركة منين جات؟ هذا هو السؤال، منين جات الجمعة المباركة؟ مشيت كنبحث أسيدي كنسول، سولت واحد السيد فعلا عطاني راس الخيط، قال لي بصراحة قال جاية من عند منو، تصوروا منين جاية الجمعة المباركة، واخدينها من عند اليهود والنصارى. علاش؟ اليهود اش كيقولوا؟ كيقولوا الشالوم شاباط نهار السبت، والنصارى نهار الحد كيقولوا بون ديمونش، جو فو سويت ان بون ديمونش، ولا كيقول لك جو سوي اون ديمونشي. المسلمين ديالنا المغاربه عوجوها قالوا داروا جمعه مباركه، هذه هي القصه ديالها، ما كاينه لا هذه، ما عمري ما سمعت انا جمعه مباركه. اذا جمعه مباركه في رايي ليست من الدين، وايم الله سبحانه وتعالى كلها مباركه، وجمعه المباركه هي اللي توطيتي ومشيتي صليتي الجمعه، فهمتيني؟ ولا هنينا، حيت كاين المشكل الغريب في الامر، هو كاين اللي ما عم انا كنعرف والله الا شي وحدين ما عمرهم صلاو عرف القبله فين هي، وكيصيفط لي جمعه مباركه، كنحشم هذا الشيء، كنقول له حتى جمعه مباركه، والله الا كنحشم ما عرفتش اش نقول ليه جمعه مباركه يا اوكي غادي تقول معاهم ما عندك ما دير جمعه مباركه. على اي حال فيها شويه ديال النفاق الاجتماعي وفيها المهم بحال الاخرى هذيك اللي كيكتبوا في تولت هي كتبان كيكتبوا في الطوموبيلات لا تنسى ذكر الله، ولا تنسى ذكر الله وغادي حارق الضو الحمر ولا السطوب وذاك راه عمل غير صالح، علاش تذكر الله وتحرق السطوب؟ ما فهمتش. وهذيك تي منين واخدين؟ تي من عند النصارى، لانه في ميريكان كتلقاهم بحال في بوسطن ولا شي ولايات كيكتبوا ماي لورد جيسس لورد ماي لورد جيسس، وذاك التخربيق ديالهم وذاك الشيء ديال ولا تنسى ذكر الله ولا المهم. قولوا لي رايكم في التعليق، واش متفقين معايا ولا لا، ولا عندكم شي راي ولا ما نعرف. ويا راه ماشي بدعه حيت كيقول لك راه بدعه، البدعه كتكون في العبادات، ماشي راه حيت الناس راه غاطين قال لك كلها بدعات ضاله، ما عليناش. قولوا لي رايكم وخلوا لي رايهم في التعليق. شكرا على المشاهده والسلام.